بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث إعدادي. Dear students, welcome to the three lesson of computer science. We will study together what is the procedure and sub and function. We will study cyber bullying. Procedure. A set of commands and instructions under a name can be recalled by that name so as to implement them. هنا بيقول لي ان انا بقدر اعمل مجموعة اجمع مجموعه من الاوامر والتعليمات واحط لهم اسم يكون تحت الاجراء procedures يعني اجراء. استطيع ان انا استدعيهم مره اخرى بهذا الاسم. So as implement them and create a sub. If we have a set of commands that are frequently used in more than one place in the class. هذه الأوامر والتعليمات أستطيع أن أنا أستدعيها أكثر من مرة داخل نفس الكلاس اللي هو نفس التصنيف. ودي بتبقى عبارة عن مجموعة من الأوامر بلاقي إن أنا هكررها أكثر من مرة داخل التصنيف، فبدل ما أكررها عدة مرات بكتب صف واحد وأعمل له ريكولد يعني أستدعيه في أماكن أخرى داخل الكلاس. يبقى بدل ما أكرر 10 سطور 10 مرات بكتب ال10 سطور مرة واحدة تحت صف بروسيجر ثم ريكول ذيس صف بروسيجر. Procedures, sub, iteration of sub procedures, sub name, parameter, sub name reflect the name of the procedure. يعني بعمل لكل ببتدي بكلمة sub، بعدين النيم الخاصة بهذا السب. النيم دي تكون خاصة بهذا الإجراء. Parameters. There are the values that will be used within the procedure code when it is called. The parameters أو المعاملات اللي موجودة خلف اسم الصف هي دي القيم اللي بقدر أستخدمها داخل الكود لما أعمل كولد أو استدعاء لهذا البروسيجر. يبقى أنا عندي البروسيجر الإجراء اللي هو الصف لازم يجي وراه نيم اسم يجي وراه بارامترز المعاملات اللي انا بستخدمها داخل هذا الكود علشان لما بيحصل ايه ريكولد لما يحصل استدعاء this sub procedure. For example public class form 1 this public يعني global عامة. يبقى اي شيء هيجي under this public class form 1 all procedure, all sub in this class, we will show this value. Then total as integer. هنا عرف متغير variable اسمه total وعرف ان الداتا تايب بتاعته integer وعرفها public. Public يعني عامة على مستوى الكلاس كله. على المستوى الكلاس الخاص بالفورم 1 اللي هو الكنترول فورم 1. Private sub bottom one. يبقى أنا هنا عندي عرف إجراء فرعي. إجراء الفرعي ده لما يقع الحدث click on bottom one. لما يقع event على ال controls bottom one. هيعمل إيه؟ هيعمل cold استدعاء ل sub procedure names show odd or even. يبقى هو هيستدعي إجراء فرعي اسمه show odd or even. هذا الاسم أنا اللي عامله كبروجرامر. يبقى ده مش اسمه محفوظ أو keywords خاصة بلغة Visual Basic، لا ده اسم أنا عامله لسب بروسيجر أنا اللي عامله. Recalling a sub procedure باسمه فقط، ما استخدمتش أوامر، ما استخدمتش أكواد،
بستدعيه باسمه فقط، باسم السب بروسيجر. اند سب برايفت سب بوتم 1 كليك، يبقى ايفنت كليك تو كنترول بوتم 1 ديكلاريشن سب بروسيجر. الخطوه الثالثه بعمل فيها ديكلاريشن، اعلان للسب بروسيجر، بيبتدي بكلمه سب كي وورد سب شو اول او ايفن declaring a sub procedure. تحت السطر الأول اللي بيتم فيه الإعلان وبعطي اسم لهذا الإجراء الفرعي، يأتي عدد من الأكواد بيتم تنفيذها لما استدعي هذا الإجراء. This code them I as integer. This statement declare variable I data type integer. Label 1.text equal to quotation null. This control label 1. Property text. Value is property null. For I equal 1 to 10 step 2. الخطوة دي هستخدم اللوبينج. بعد فور بيبتدي بالمتغير أو الكاونتر أو الفاريبل اي، فاريبل اي والقيم، القيم بتاعته بتبدأ 1 start value 2 10 end value step 2 increment value equal to label 1.text equal label 1.text and double quotation and I. This statement code executing when you recall the sub procedure. This statement we will loop repetition when recall this sub. Next end sub. When declaration sub procedure start sub end sub. يبقى لازم لما اعمل تعريف لاجراء فرعي لازم يبدا بكلمه sub وينتهي ب end sub، وياتي ورا كلمه sub name sub name، يبقى اسم هذا الاجراء وراء البرامتر. طيب انا ما عنديش برامتر، يعني مش حاطط قيم، مش حاطط برامتر، مش حاطط معاملات، بحط القوسين فاضيين. طب ليه حاططهم فاضيين؟ عشان يعرف ان هو في هنا امكانيه وضع برامتر. امكانيه وضع ايه؟ برامتر. This procedure executing when recall، يبقى هذا الاجراء الفرعي لا ينفذ الا لما اعمل له ايه؟ كول، استدعاء. لما استدعيه ينفذ. طب what the function؟ Declaration of function. Function is a set of command under a particular name that should express its task. يبقى دي دالة عبارة عن مجموعة من الأوامر بتوضع تحت هذه الدالة لكي يتم ايه؟ تنفيذ مهمة معينة، بينفذ مهمة معينة. It is applied to two parameters and return a value. This in the function apply to parameters بتقبل معاملات and return value. In sub no return value. يعني في الإجراء ما بيرجعش بقيمة، لكن الفانكشن بترجع بإيه؟ بقيمة. هنا بياخد بارامترز معاملات أو وثائق، وفي الصب وفي الفانكشن بياخد معاملات أو وثائق. فانكشن نيم بارامترز as data type. In this function should be as data type. في ال declaration of function لابد إن أنا بعد البارامتر أعرف نوع الداتا تايب اللي خارجة من الفانكشن. Return value. Return value in this function as data type. يعني لازم هنا أحدد القيمة اللي خارجة من الدالة دي، هل هي
انتجر، هل هي دبل، هل هي سنجل، هل هي سترينج. يبقى القيمه اللي خارجه من الداله دي قيمتها ايه؟ نوع البيان بتاعها ايه؟ علشان المخزن يخزن نوع البيان طبقا للقيمه اللي خارجه من الفانكشن. نلاحظ زي ما حطيت الفانكشن لازم اقفل بايه؟ اند فانكشن. طب الفرق ما بين الفانكشن والسب ايه؟ هنا في بارامترز وهنا في بارامترز، هنا في سب ونيم وهنا في فانكشن ونيم. ان فانكشن از داتا تايب، ديكليريشن از داتا تايب، يبقى لازم اعرف نوع البيان. فور ريتيرن فاليو للقيمه الراجعه، للقيمه اللي راجعه منين؟ من الفانكشن. نيم اكسبريسز ذا نيم اوف ذا فانكشن. داتا تايب انديفاي ذا تايب اوف ذا ريتيرند فاليو اوف ذا فانكشن. بارامترز represent the parameters that will be used in the code. Code is a set of coded command and instructions that will be executed on calling the function. Value is the returned value by the function. In the procedure declaration, we can use more than one parameter when called argument. When the procedure is recalled, we determine value of the outside procedure called argument. هنا بيقول لي في الإعلان عن البروسيجر أنا أقدر أستخدم أكتر من معامل، أكتر من بارامتر. يتم التعامل معه لما أعمل استدعاء لهذا البروسيجر. ولما استدعي هذا البروسيجر بضع قيم في هذا البارامتر، يعني بعوض عن البارامتر في قيمه، القيمه دي بنسميها ارجومنت، بنسميها ساعتها ارجومنت. يبقى البارامتر عباره عن متغيرات، اسامي متغيرات، لكن الارجومنت عباره عن فاليو، عباره عن ايه؟ فاليو، يعني ممكن البارامتر نقول انها فاريبل، لكن الارجومنت هي الفاليو بتاعت الايه؟ البارامتر. Variable, we can assign values for the variables during the declaration and the execution of the program instruction as well as using this stored values. Const, we should assign values to const during the declaration only as well as using this stored values. Variables and const, we can using this storage value. Variable ممكن نعطي قيمة أو assign value during the declaration، أثناء الإعلان. ممكن يعني ممكن وفي احتمالية، لكن في الكونست لابد ان انا اعطي قيمه للمخزن الثابت اثناء الديكليريشن لهذا المخزن. Function it is recalled and return a value in the light of the values assigned to the function. الفانكشن عند استدعائها لابد انها بترجع لي بايه؟ بقيمه. لما بيتم تنفيذها لازم ترجع لي بايه؟ بقيمه. Questions. The first question, the procedure is a set of commands and instructions that are repeated for specify number of times. هنا بيعرف ناخد بالنا في قراءة السؤال إن أنا أقرأ السؤال كله على بعضه. إن الجزء الأولاني من السؤال تعتبر الإجابة صحيحة، لكن لما أجي أقول إنها محددة specify number of times، هنا specified يعني محدد، عدد محدد. البروسيجر يكولد when want to execute، يبقى أنا بستدعيه لما أحب أنا أنفذه، لكن مش عدد محدد، يستدعى كل ما احتاجه، يبقى ما عنديش من البدايه عدد محدد.
يبقى أول جملة دي خطأ، وإيه اللي خلاها خطأ؟ كلمة عدد محدد. The procedures is a set of commands and instructions under a certain name. And when you recall this name, this command and instruction are implemented. يبقى بيعرف لي الإجراء إن هو مجموعة من الأوامر والتعليمات محطوطين تحت اسم، يبقى تمام. certain name. Okay. And when you recall this name, this command and instruction are implemented. هنا بيعود لي بقيمة؟ ما بيعودليش بقيمة، أنا أي إجراء بستدعيه بينفذ ولكن لا يعود بقيمة، أمال مين اللي بيعود بقيمة؟ الـ function. يبقى تاني إجابة، تاني جملة خطأ، لأن هو قال لي إيه؟ procedure. The purpose of the use of procedures is repeating type as specified for several times in the program. الغرض من استخدام البروسيجر ان انا اعمل تكرار لعدد من كود معين، كود اعمل له استدعاء مرات متعدده. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ ده صح، ان انا ممكن اعمل كود هستخدمه عدد مرات متعدده للتكرار، فانا اعمله في 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 بروسيجر واعمل له كولينج مره واحده، اعمل له ديكلير مره واحده واعمل له ريكولد ميني تايم. When we have a specified code that we want to be replaced in more than one place in the class, we use the function. هنا بيقول أنا لما أرى تكرار كود محدد أكثر من مرة داخل الكلاس أستخدم الفانكشن. أستخدم function ولا sub؟ أستخدم sub لأني بعمل تكرار عدد غير محدد. أمال function لما أحب أنفذ task مهمة، أعمل task أو مهمة معينة أستخدم الإيه؟ function. يبقى الجملة بتاعتي هنا غير صحيحة. The group of command and instruction that are placed under a name when we implement them, they return a value. We call this action procedure. يبقى بيقول مجموعة من الأوامر اللي ليها اسم اللي ما أحب أستخدمها أستدعيها وترجع لي بقيمة. We call this action procedure. أسمي هذا الحدث procedure؟ لا. هنا طالما return value يبقى function. يبقى رقم 5 خطأ. False. The group of command and instruction that are placed under a name, when we implement them, they return a value. We call this action function. هنا هيسميها أو هيطلق عليها كلمة function. طالما return value تبقى إيه؟ function. هنا true. When we have a specified food that we want to be replaced in more than one place in the class, we use the procedure. هنا بيقول أنا لما أحب أستخدم كود معين عدد من المرات الكثيرة داخل نفس التصنيف in the class بنسميه إيه؟ procedure. يبقى هنا الإجابة true. Parameters المعاملات are used to receive value from outside the procedure on recalling it. البرامتر أو المعاملات بنستخدمها لاستقبال قيم من خارج البروسيجر علشان تنفذ لما أعمل استدعاء recalling للبروسيجر. الإجابة هنا إيه؟ true. When you recall a procedure with the name task 0.05, the value between the practice is called argument. هنا بيقول أنا عندي sub procedure اسمه task. وبعدين فتح between brackets وحط قيمة، حط value. طالما حط value يبقى هو هنا parameter ولا argument؟ هنا طالما قيمة تبقى argument.
يبقى الإجابة true. When you call a procedure with the name X between brackets 0.05, the word tax is called argument. هنا بيكلمني على كلمة tax. هنا دي بداية اسم الصب نيم، يبقى ده نيم ما يبقاش argument، لأن احنا عرفنا ان الارجومنت هي عبارة عن ايه؟ الفاليو. يبقى هنا الإجابة false. The declaration of function start with sub and end with end sub. الإجابة موجودة في السؤال. يقول declaration function. طب أنت بتعلن عن دالة تبتديها بسب. إحنا عرفنا إن الفانكشن طالما بعمل لها declaration أبتديها بفانكشن. وأنيها بإند فانكشن. يبقى هنا الإجابة إيه؟ false. The declaration of a function start with function and end with end function. الإجابة هنا إيه؟ true. We resort to the use of the function if our code results in a value we need. يبقى هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إحنا السؤال رقم 13 إن إحنا بنلجأ لاستخدام الدالة الـ function لما يكون عايزين الكود ده يكون ليه نتيجة code results in a value. يبقى الكود بيرجع لي ناتج، هنا الإجابة تكون إيه؟ true. طب we resort to the use of the procedure if our code results in a value we need. هنا procedure result to a value. procedure ما بي return values ما بيرجعش منه قيمة. يبقى هنا الإجابة false. The function is a set of commands and instructions with a specified name that can take parameters and return a parameter. هنا بيقول لي الدالة مجموعة من الأوامر والتعليمات وليها اسم خاص. حد كده كويس أوي. وتيك parameters وبتاخد إيه؟ parameters معاملات. And return a parameter وبترجع ببارامتر معاملات ولا بترجع بفاليو ريتيرن ا فاليو؟ ريتيرن ا فاليو. طالما ريتيرن ا فاليو تبقى الإجابة هنا إيه؟ false. The function is a set of commands and instructions with a specified name that can take value and return a value. الدالة بتاخد قيم وبترجع قيم. برضك هنا الإجابة إيه؟ false. The demer of the language of Visual Basic.net is that it allows the programmer to declare other functions and procedures prepared by him. هنا بيقولوا إن يعاد أو من عيوب لغة Visual Basic إنها بتسمح للبروجرامر إنه يعمل declare لفانكشن and subprocedure. طبعا هنا الإجابة هتبقى false لأنه لا يعاد، ده من المميزات، من المميزات اللي بتتميز بها الإيه؟ لغة الـ VB.NET. With the help of the following code, complete the following table. This code we will study carefully. أنا أدرس هذا الكود بعناية عشان أقدر أوصل للإجابات الصحيحة من هذا الكود. This code sub. طب يبقى انا بعمل ديكلير سب بروسيجر، يعني بعمل ديكليريشن للسب بروسيجر. نيم سب شو اود اور ايفن، الاسم بتاعه شو اود اور ايفن. بارامتر المعاملات بتاعته باي فال ستارت، يبقى ده اول معامل بتاعه فيرست بارامتر. از انتجر، از انتجر الداتا تايب بتاع البارامتر بتاعتي دي انتجر، يبقى القيم الارجومنت الخاصه بهذا البارامتر هيكون نوعها ايه؟ انتجر، اعداد صحيحه. ديم اي از انتجر، هنا بعمل ديكلير فاريبل نيم اي داتا تايب انتجر. ليبل 1.txt ايكوال دبل كوتيشن نال، هنا انا بعمل بفضي الكنترول او خاصية التكست الخاصة بالكنترول ليبل 1. 4i equal start
to 10. The start value name start. يبقى هنا قاعدة 4 عندي الكاونتر أو الفاريبل اسمه on. القيمة الابتدائية اللي هي start value لقاعدة 4 اسمها start. القيمة النهائية قاعدة 4 10 رقم 10. set 2 يبقى increment value 2 تاخد رقم 2. label 1.txt equal label 1.txt and double quotation and all. يبقى الكنترول اللي اسمه label 1 الخاصية التكست بتاعته قيمتها هتيجي من خاصية label 1 اللي كان موجود في label 1 سيبه زي ما هو، وبعدين هيجمع علامة الـ and هنا and sign دي خاصة بعملية الكونكت اللي هي عملية الربط ما بين ثلاثة حرفية. يبقى هيربط اللي كان موجود في خاصية التكست على مسافة فاضية، مسافة اللي هي الدبل كوتيشن فاضيين يبقى هيديني مسافة فاضية and all وما يوجد في الفاريبل all والقيمة اللي موجودة في الفاريبل ايه all. next دي علشان تعمل لي ايه اللوبينج الحركة التكرارية. ثم بنغلق الصف بإند ايه بإند صف. الكويتشن بروسيجر نيم بيسألني على اسم الإجراء. اسم الإجراء ايه؟ show odd or even. يبقى دي أول حاجة. parameter was declared with the name. يبقى البرامتر بتاعي اسمه ايه؟ اسمه start. طب وعرفتش منين؟ البرامتر اهو الأقواس between practice after sub name. يبقى between practice after sub name يبقى parameter name start. طيب بيقول لي ايه and type نوعه ايه؟ لقيت كلمة ايه as integer يبقى عرفت ان النوع ايه as integer data type integer. the iterative loop start from the value. ايه القيمة الابتدائية للوب؟ طيب اللوب عندي بيبتدي في قاعدة ايه 4. I دي اسم الـ variable أو اسم الـ counter equal القيمة اللي هي start value اللي هي بإيه؟ start. يبقى القيمة الابتدائية بتاعتي اسمها برضك إيه؟ start. the increment value of the iterative loop equals يبقى step increment value دي قيمة الزيادة. قيمة الزيادة بكام؟ 2. When calling the procedure to execute the code starting from the value. لما أنا بعمل استدعاء للبروسيجر علشان ينفذ الكود هيبتدي ينفذ في قيمة. القيمة دي اللي هي إيه؟ start. يبقى أنا لما استدعي الكود أول قيمة هيتدخل علشان يتم تنفيذها أو قيمة البرامتر اللي هيتم التنفيذ داخل الإجراء قيمة إيه؟ start. feedback from the function value القيمة اللي هترجع لي من التنفيذ القيمة اللي موجودة فين؟ موجودة في مخزن start. يبقى القيمة اللي هيتم الرجوع ليها في الآخر القيمة اللي موجودة باسم إيه؟ start. with the help of the code complete the following table. function xxx يبقى هنا عمل declaration of a function. function name xxx between brackets parameter parameter first parameter yyy data type as integer and يبقى two second parameter by value by val z z z as integer type integer as single this data type التعريف او الداتا تايب لهذا النوع تخص القيمه الراجعه من الفانكشن ما تخصش البارامتر. يبقى البارامتر اللي هي الواي والز as integer نوعهم ايه اعداد صحيحه، لكن
السنجل الأعداد العشرية أو الكسرية تخص الـ return value. return value equal RRR. هنا الكود أيا كان عدد الكود أو أسطر الكود أو التعليمات اللي أنا هقوم بإيه بتنفيذها. منساش end function، يبقى declaration of function start function end function. require function name xxx. type of returned value of the function single. parameter value that will be used in the code yyy and zzz. returned value of the function rrr. يبقى return value rrr. the second subject today cyberbullying. The definition of cyberbullying. Cyberbullying is a deliberate aggressive behavior from one person to another for electronic modes of communication. Cyberbullying يعني التعدي الإلكتروني، وده بيخص التعامل من خلال الإنترنت، من خلال المواقع الإلكترونية. فبيعرفوا تعريف إنه عبارة عن سلوك عدواني بيصدر من أحد الأشخاص عندما يكون نحن بنتواصل من خلال وسائل التواصل الإلكترونية. The forms of cyberbullying. إيه هي أشكال cyberbullying؟ إيه هي أشكال التعدي الإلكتروني؟ harassment. harassment النوعين، التحرش، المضايقة، embarrassment، الإحراج، intermediation، التخويف، threat، التهديد، blackmailing، الابتزاز. وهناك أشكال أخرى كثيرة جدا من أشكال السايبر بولينج. The electronic media. ايه هي الوسائل اللي بتساعد على انتشار او تواجد السايبر بولينج؟ electronic media is a technology used by the electronic aggressors and they are various including the following. جميع وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل الكترونية تساعد لانتشار السايبر بولينج. For example, email, forms, instant message, Facebook, WhatsApp, Logger, Instagram, X, form of cyberbullying. Form of cyberbullying include animate. It is the use of post medium alerts to hide aggressor. Harassment. It is aggressive message direct against one or more person. Cyber stalking. It is a form of electronic harassment where the aggressor frequently tracks and chases practically personal in all electronic media. سايبر ستوكينج دي الملاحقة الإلكترونية، إن شخص يبتدي يلاحق شخص معين في جميع الأكونت الخاصة بيه على وسائل التواصل الاجتماعي. فليمينج السب والقصف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، زي تبادل الألفاظ النابية، التحرش بكلمات وألفاظ بذيئة. It is a publication of hostile and vulgar words against one or more through a media and electronic communication. استخدم كلمات جذيئة aggressive غير مقبولة من المجتمع. Outing it is a
citation of information about a specified person or more. دي التشهير الإلكتروني، إن يتم نشر معلومات مغلوطة عن شخص معين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. Exclusion it is a ignore one or more personal through the electronic means اللي هو بنسميها الاستثناء الإلكتروني. زي ما نكون في جروب وأحد الأشخاص يتعامل معاه كأنه مش في الجروب، بنستثنيه أو كأن هذا الأكونت غير موجود. Cyber threat it is an email or e-message carrying a threat and intermediation in the communication to one or more person. ده تهديد إلكتروني. بعض الأشخاص بيستخدموا الإيميل أو الإس إم إس أو الإلكترونيك مسج إنهم يقوموا بتهديد الآخرين وابتزازهم، ممكن يكون معنويا أو ماديا، عن طريق إنهم بيخترقوا الأجهزة بتاعتهم ويقدروا يتعرفوا على بعض الأسرار، ومن خلال التعرف على بعض الأسرار دي يبتدي عملية التهديد والابتزاز. How to protect yourself from cyber bullying by following the safe use of the internet as forum. علشان ازاي تحمي نفسك لما من التعدي الالكتروني وتتعامل مع الانترنت وانت امن على معلوماتك وبياناتك. Number one, don't share your password with anyone. ما تشيرش الباسورد بتاعتك مع اي حد، ما تشاركهاش مع اي حد. Make a password that is difficult to predict. استخدم password مختلفة وغير متوقعة. Don't publish post any private data. ما تنشرش أي منشور في بياناتك الخاصة. Avoid deleting cyber bullying message. ما تمسحش أي رسالة من رسائل التهديد الإلكتروني اللي بتجيلك عشان تقدر تأخذ حقك قانونيا من الشخص المتعدي عليك. Don't interview anyone you know via the internet. ما تعملش مقابلات خاصة مع أي شخص تم التعرف عليه من خلال الإنترنت. Be careful. Don't send any electronic message when you are angry. ما تبعتش أي رسالة أو تستلم أي رسالة وتفتحها وإنت غاضب، عشان ده ممكن يعرضك إنك تفتح رسائل مجهولة المصدر يكون فيها اختراق أو فيروس يدخل على جهازك. Inform your parents with what anyone you hit you when you use the internet. اخبر والديك اذا تعرضت لاي مشكله وانت بتتعامل من خلال الانترنت. The download of software from the internet should be done under. ما تعملش داونلود لاي سوفت وير غير من الاماكن الموثوق منها. Be done under the supervisor or of your teacher or your parent. يعني ما تعملش داونلود لأي برنامج غير في وجود يا إما المشرف على المكان، يا إما المعلم الخاص بيك، يا إما والديك، علشان يحموك من المواقع اللي بتعمل على اختراق الأجهزة من خلال البرامج الشيقة اللي بنعمل لها داونلود. First question, cyberbullying is deliberated aggressive behavior using electronic media for harassment الإجابة هنا بيقول لي يعرف لي سايبر بولينج اللي هو عبارة عن السلوك الفظ أو العدواني اللي بيستخدم من خلال الالكترونيك ميديا ويتمثل في التحرش، في الابتزاز، المضايقة، الإحراج، التخويف وأشياء أخرى كثيرة. هنا الإجابة إيه؟ True.
Cyberbullying is done through electronic means such as social networking sites. التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائل التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً من ضمن الميديا اللي بتعمل على نشر السايبر بولينج السوشيال ميديا نتورك. سيلف ميل is considered a form of cyber bullying. التخفي الإلكتروني شكل من أشكال السايبر بولينج. الإجابة هنا true. Harassment and the threat are of the most important electronic means used in cyber bullying. بيقول لي إن التحرش والتهديد من أهم electronic means. هنا مش من أهم الوسائط، لأن دول إيه؟ دول الأفعال. دي الأشكال harassment and stealth. يبقى هنا الإجابة false. Harassment and blackmailing are forms cyber bullying. التحرش والإيميلات التهديد من أشكال التعدي الإلكتروني. طبعا stealing the personal account in the social network site or email is one of the risks that we may be exposed to through such media. بيقول لي سرقة الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني هي دي من المخاطر اللي بنتعرض ليها من خلال الدخول على وسائل التواصل الإلكتروني. طبعا الإجابة هنا إيه؟ True. Social network sites help to meet new people you like to see to develop social relationships. طالما لقيت أنا هنا كلمة meet new people يبقى السوشيال ميديا تساعدك في إنك تقابل أشخاص جديدة، يعني أشخاص لم تعرفها من قبل. ده خطر من المخاطر، ده من ضمن مخاطر التعدي الإلكتروني. يبقى ما بيعملش على to develop، ما يعملش على تطوير السوشيال ريليشنشيب. يبقى هنا false. In line with the rules of safe use، من قواعد حمايتك وجعلك آمن عند استخدام السوشيال ميديا، you should put a easy password message. ان انت يجب عليك انك تحط كلمة مرور او كلمة سر سهلة for your private email، للإيميل الخاص بتاعك، in order to be able to remember. هو انا علشان يبقى اقدر اتذكر كلمة السر بتاعتي بسهولة، احطها سهلة وبسيطة، سهلة الاكتشاف. طبعا دي من اول المخاطر، مش من اول القواعد اللي انا اتبعها. يبقى هنا الإجابة false. E-exception means following a particular personal in all means of electronic communication. الاستثناء الإلكتروني يعني تتبع شخص معين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. الاستثناء لا يعني التتبع، لا يعني following، يعني الإهمال. يبقى هنا الإجابة false. Electronic Bro section electronic bro section is intended to send an email carrying a third and holiday for one or more persons. الملاحقة الإلكترونية يقصد بيها إن أنا بعمل رسائل تهديد ووعيد لأكثر من شخص. لا، دي مش الملاحقة. يبقى الإجابة هنا إيه؟ False. Thank you for following and goodbye.